طب خلونا ايضا يعني ونحن نتحدث عن المراحل الثلاث، بايدن بيعرض تفاصيل المقترح وتحديدا هو مقترح اسرائيلي بشان حرب غزه يعني. وهنا بيجي سؤال، ليه قدم بايدن هذا المقترح دلوقتي؟ يعني ليه دلوقتي؟ هل علشان هو خلاص احنا قاب قوسين او ادنى من الانتخابات الامريكيه في خريف هذا العام؟ هل هو محاوله لانقاذ اسرائيل من عزلتها؟ هل هو يعني العالم ضج بما تقوم به اسرائيل على الاراضي الفلسطينيه المحتله؟ هل المساله ايضا متعلقه ب يعني الخروج المتوالي للدول الاوروبيه من تحت المظله او العباءه الامريكيه؟ دي نقطه. النقطه الثانيه، هل في متشابهات بين هذا المقترح وما بين المقترحات السابقة؟ أنا بقول إنه المقترح يكاد يكون هو المقترح المصري أو الطرح المصري أو المقاربة المصرية. معانا على التليفون السيد الداه يعقوب، المحلل السياسي الخبير في الشؤون الأمريكية من واشنطن. أهلا بيك. أهلا وسهلا أستاذ يوسف. أهلا وسهلا بيك. وكنا نحب أن احنا نفهم لماذا يعني تقدم بايدن الآن بهذا المشروع ولم يتقدم به سابقا، ما هي أو ما هي الدوافع التي أدت إلى ذلك؟ أولا أستاذ يوسف دعني أرحم على وائل الإبراشي وأقول أنني متابع لهذا البرنامج ويحسن إليه وائل العاشرة مساء قبل ذلك. الدوافع حاليا لدى بلينكين تتعلق بالانتخابات الرئاسية القادمة وهذه العزلة التي تسيطر حاليا على أمريكا وإسرائيل، وأنت أشرت إلى ذلك بالاعتراف من قبل عديد من الدول الأوروبية بالدولة الفلسطينية وتصاعد الاحتجاجات الداخلية في أمريكا خصوصا من الشباب الجيل الجديد في الجامعات وفي مختلف الأماكن حتى داخل الحزب الديمقراطي، هنالك غضب وهنالك أيضا دعم كبير لغزة، بالتالي الرجل يريد إنقاذ مستقبله السياسي عبر هذه الهدنة وخارطة الطريق التي أعلن عنها. طب إلى أي مدى بترى أنه واشنطن قادرة على أن تقنع إسرائيل بهذه المقاربة أو بهذا الطرح؟ واشنطن تعول أستاذ يوسف على الانقسام الذي تشهده حكومة الحرب الإسرائيلية، بني غاتس وغيره من الوزراء الذين لديهم نوع من الاعتدال والسأم والملل من الخطاب والتصعيد الذي يسيطر على اليمينيين مع نتنياهو ومع سموتريش وغيره من الوزراء، لذلك هذا التعويل ربما يأتي بأكله اليوم، خصوصا أننا على أعتاب اجتماع دعا له بني غاتس مع مجلس الحرب الإسرائيلي لبحث اقتراح بايدن حول وقف إطلاق النار، ولكن المشكلة والمعضلة الأساسية هي نتنياهو وتصريحاته المستفزة عندما يقول بأن إسرائيل تتواصل عملياتها حتى القضاء على حماس، ولديه أيضا تصريحات خرجت من تحت الطاولة وإن قال بأنه ليس المسؤول عنها من أن إسرائيل لا تعطي أي أهمية لهذه الخارطة وستستمر في عملياتها، بالتالي نحن أمام مشهد الحسم سيكون فيه لخيارات السياسيين الإسرائيليين والشارع الغاضب جدا في تظاهرات مستمرة من أجل إبرام الاتفاق. هل ترى سيد يعقوب أنه الداخل الإسرائيلي سواء إذا كان الرأي العام أو المعارضة الإسرائيلية قادرة على توجيه الدفة ويعني إقناع أو إرغام بنيامين نتنياهو بقبول هذا الطرح؟ بكل تأكيد أتوقع ذلك، لأنه لدينا زعيم المعارضة وافق على الخريطة وقال بأنه يجب التعاون معها، كذلك بني غاتس وكذلك أيضا الشارع الغاضب جدا، وكان هنالك تهديد بخروج بعض الوزراء من حكومة الحرب الإسرائيلية، وبايدن يعول على هؤلاء ويصفهم الإعلام المقرب من بايدن في أمريكا بأنهم العقلاء الذين يمكن أن يكون معهم حديث داخل حكومة الحرب الإسرائيلية، ونتنياهو أستاذ يوسف يدرك جيدا بأن مستقبله السياسي كما تعلم على كف عبريت عندما تنتهي هذه الحرب وستكون هنالك محاسبات ومتابعات قضائية، لذلك التعويل من قبل أمريكا الضعيفة في تقريع إسرائيل وحكومة الحرب
هو على الداخل الإسرائيلي والاحتجاجات المستمرة وما يحدث من غضب وانهيار الاقتصاد الإسرائيلي، وكذلك إطالة أزمة المعتقلين وما يحدث من قتل في صفوف الرهائن الإسرائيلية. إذن بناء على 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 هذا الكلام، هل تتوقع أنه يعني يسير هذا المقترح أو هذه الخارطة دون أي مشاكل، أم أنه نتنياهو قد يعني يعرقل بعد أسبوع أو أسبوعين على الأقل في المرحلة الأولى والتي من المفترض أن تمتد لستة أسابيع، فيها إيقاف كامل لإطلاق النيران، انسحاب كامل لإسرائيل من الأماكن أو الأراضي المأهولة بالسكان مع إدخال المساعدات؟ أنا أتوقع في ظل الاصطفاف العالمي وكذلك الاصطفاف العربي من الشقيقة الكبرى مصر متبوعة بقطر وبقية الدول العربية والتعامل الإيجابي من حركة حماس مع هذه الخارطة، أن يكون هنالك ضغط فعليا على إسرائيل من قبل السياسيين الإسرائيليين، ضغط على الحكومة الحرب الإسرائيلية وكذلك الشارع معززا بالغضب الأمريكي من هذا التمرد القوي وعدم سماع أي نصائح من قبل البيت الأبيض من قبل نتنياهو. وأتوقع فعلا أن ندخل في مفاوضات وأن يكون هنالك إبرام للاتفاق وفق ما أعلن عنه، لأنه هذه الخريطة كما أعلن أتت من إسرائيل، وممكن أن نقول أنها أتت من محور بني غاد، بالتالي حاليا الضربة ستسدد إلى نتنياهو من الداخل الإسرائيلي الذي سئم من مهاترات الرجل. أشكرك جدا 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 سيد يعقوب، كل الشكر للسيد الداه يعقوب المحلل السياسي والخبير في الشؤون الأمريكية محدثنا من واشنطن.